اهلا وسهلا متتبعين جريدة الحدث 24 من العاصمة الإسماعيلية من مكناس. كيف ما كنشوفوا هذا الشاب عمر الملقب بطنانة اللي كان دار واحد التحدي وتعرض شحال هذه القطار، مع الأسف غادي يقول لكم واحد القصة غير متوقعة. عفوا، السلام عليكم سي عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم ديالك؟ الحدث 24. الاسم ديالي عمر بن بابا الملقب بطنانة. بالنسبة للناس اللي كيسولوني تيقولوا لي عمر مع هذاك الفيديو اللي دار ضجة اللي وصل 10 مليون ديال المشاهدات ديال القطار، كيسولوني تيقولوا لي كي دازت الحياة ديالك فاش تعاقبتي في السجن وهذه. هذاك كانت مكتبة، رجع ليا كانت مكتبة ومشيت للسجن ودوزت العقوبة على هذاك الفيديو اللي وصل 10 مليون ديال المشاهدة. ما كنتش عارف بأن هذاك الشيء فيه السجن، والحمد لله استفدنا وخرجنا. يعني كاين اللي كيمشي للحبس، كاين اللي تيكتب عليه الحبس، كاين اللي تيبغي هو يمشي للحبس، يعني هذه راه حاجه باينه. مشينا للحبس خرجنا الحمد لله بحال ما كاين والو، حسن السيره خرجت نقيه لان هذاك تهور الحمد لله على كل حال. بالنسبه للدراري تيجيو تيسولوني تيقولوا لي كيفاش خرجتي للحبس وما اثرش عليك الحبس وهذه، وخرجتي باقي تبارك الله دري نقي وهذه وحافظ على الصحيحه ديالك. راه كل واحد والشخصيه ديالو خوتي، كل واحد والشخصيه ديالو. يعني بنادم الا بغى هو يقد راسو راه يقد راسو، بلا هادي بلا هادي. يعني شحال من واحد دابا انا مشيت للسجن وخرجت وكذا بحال ما كاين والو، يعني خرجت وشاهدت وما يئسش الانسان، ما تيئسش، ما عمره يفقد الامل. حنا عارفين راسنا طايحين في واحد البول اللي هو خايب، وطايحين في واحد خصوصا مدينه مكناس اللي ما فيها لا خدمه لا والو لا يديك لا يخليك. يعني كلشي ولا بالمجهول، كلشي ولا معارف. فاش كتمشي تخدم تيقول لك سير حسن عيطوا لك من ناحيه العياط، راه ما عمرهم غادي يعيطوا لك، هذه راه حاجه باينه. واخا هكاك لازم يتقاتل الدراري، لاني تنشوف الدراري تيبقاو فيا الرجال. تحيه للرجال الدراري اللي تيمشيو مساكن الحبس وتيخرجوا، هادي تيخرجوا على حياتهم بالقرقوبي بالحشيش. يعني شحال من واحد انا الحمد لله جريته من داك الطريق. علاش؟ انا كوتش ديال لا فيتنس ديال الرياضه ومعروف. يعني اللي سول عمر، بغيت نسولك عمر واحد السؤال. خرجتي للسجن وما تبليتيش؟ لا والو. شنو هي البليه ديالك انت؟ هي الرياضه. الرياضه هي الرياضه البليه ديالي، هي الرياضه والسبور ومعروف بها. وجريت تقريبا شي، ماشي زعما تنقول هذا، الحمد لله درتها لوجه الله. جريت تقريبا الدراري اصحابي جريت شي 95 واحد يتريني معايا. دابا نديرو معاك لايف ان شاء الله باذن الله، باش يكونوا الدراري كاملين والشباب ديالك اللي جريتهم عندك اللي كانوا مبليين وجريتهم من البليه ولاو كيترينيو. ضروري ان شاء الله. دابا الحمد لله انا دوزت واحد الفورماسيون وليت كوتش الحمد لله، وليت كوتش ديال لا فيتنس ديال الرياضه. ومشيت دفعت السي في ديالي ودفعت 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 وما عيطوليش وما عيطوليش، ولكن جا واحد النهار الحمد لله وتقبلت وخدمت كوتش وجريت الدراري من البليه. الوغ اللي الصديق ديالي حتى هو براسو كان مبلي بالكارو بالقرقوبي، وكانت حالته حاله. يعني فاش جريتو التريني وبقى تيتريني مزيان، تيتريني تبدلات الحياه ديالو. عمر، عرف راسك للجريده تحت 24، شكون عمر وشنو هي الهوى؟ عمر هو واحد الانسان عادي. وتنقول الحدث عمر هو واحد الانسان اللي كان مشى للحبس وخرج وهادي بحال ما كاين والو وما تبلاش. عمر هو اللي تيجر الدراري تيبعدهم من البليه تيجرهم لونطرا. هذا هو عمر هو اللي اعتذروا على انقطاع البث المباشر. خويا عمر، بالنسبه انت كنتي دستي في، كنت عندك موهبه ديال الفكاهه، دستي في سميتو في ستاند اب، عاودنا لحياتك. الحياه ديالي شوف مريت بزاف ديال التجارب صعبه. باش نقول للناس باللي راه كتمر من واحد الحاجه اللي هي صعيبه، الحياه راه غير امتحان. كنت كندير الكوميديا، مشيت للستاند اب، مشيت للايموراجي، والنهار اللي كنت غادي الايموراجي كتب عليا المكتب ومشيت للسجن وكملت في ذاك الطريق ديال الكوميديا. ما جابش الله، يعني صافي قال لك عسى وان تكره شيئا وهو خير لكم. يعني واحد الحاجه درتيها ما كتبلكش الله فيها، صافي ني با تشونس، ما كاينش المشكل. وفي نفس الوقت راه با سوسي، يعني راه ما كاينش المشكل، ما نفقدوش الامل. الامل ما تتفقدش. خرجت تبعت واحد الدومين ديال الرياضه، يعني من الفكاهه وليت الرياضه. في نفس الوقت فاش كنكون كنتريني بالدراري في نفس الوقت ندير لهم الفكاهه، يعني تيتريني وهما تيضحكوا ما تيسخاوش. الصديق ديالي دابا ها هو معايا
معايا الصديق ديالي تيقول لي ديما معاه، تيقول لي ضروري خصك تكون معايا، ضروري خصك تريني بيا، كنتريني بيا بعض المرات قسما بالله اخوتي الا كنتريني بيه في الدار. علاش الرياضه ولا تيبغيها؟ لان الرياضه راه هي كلشي، السبور تنصح الدراري. بعدو اخوتي من القرقوبي واللي بغى يتريني يجي عندي مرحبا به، مرحبا به والف مرحبا يا دري يا بنت، افيك بليزير تنتريني بالناس اللي هي العقل السليم في الجسم السليم. تنقول الدراري بعدهم من القرقوبي وما يفقدوش الامال، وبعدهم من المخدرات داك الشيء راه كتهلك لهم الصحه ديالهم. دابا شفت شحال من واحد تنشوفو قسما بالله لا تيبقى فيه، وكيدوز حداك بلاد تيدوز حداك زرق، شي زرق سميه زرق تيدوز حداك وجهه زرق. علاش؟ بالبليه بالبليه. فاش كتهضر معاه تيقول لك لا خويا راه الساعات ولا الدنيا هي هذيك. لا حنا راه شوف حنا خوتي كاملين سواسيه وكاملين واحد، يعني حنا راه جايه فينا الا جينا ندمروا راسنا راه غنرجعوا غير الله، ما عمرنا غنزيدوا لقدام. من الاحسن بنادم ان شاء الله في الصحيحه ديالو ما يفقدش الامان. الارزاق راه بيد الله، الا بغى الله يرزقك راه غيرزقك، الا كان رزقك مكتوب لك في واحد البلاصه راه كاين. باش انا غنجي ندمر راسي ونخرج على راسي ونهلك راسي ما ليها حتى شي معنى. دريني ان شاء الله صحيحتي، ما نفقدش الامل، نكون راجل وان شاء الله غادي نوصل. شحال من واحد كيمشي كيدريني معايا كتجي النوبه الاولى السيمانه الاولى شي حصه صعيبه تيقول لك صافي انا مليت غنخرج، ولكن تنشدو لان تما فين تيبان الراجل. راه في اي حاجه كتلقى واحد الصعوبه، حتى حاجه راه ما سهله، حتى شي حاجه ما صعيبه، يا باش تكونوا عارفين. لاشين ديالي